بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنتكلم بقى على الكونفوليوشن كونسبت، لان احنا بنستخدم الكونفوليوشن اوريدي برضو مع الان ال بي، بس بنستخدم ال 1 دي كونفوليوشن عكس اللي بيستخدمه مع الايمجز والكمبيوتر فيجن اللي هو ال 2 دي. تعالوا نبص كده نرجع تاني كنا بنعمل ايه في الكونفوليوشن. انا هتلاقيني مركز اكتر طبعا على ال 1 دي. طب احنا عندنا ثلاثه سنسورز اهم ملبسينهم لواحد عشان نشوف الاكتيفيتي بتاعته هو بيعمل ايه. السنسور عماله تطلع سيجنالز مع التايم اهي، اكس اكسيس واي اكسيس زد اكسيس، وبالتالي هو بعرف الاكتيفيتي، يا ترى هو بيجري، هو ماشي، هو طالع السلم، هو نازل مع السلم، وات ايفر ايه الاكتيفيتي بتاعته. فانا بسجل له مع التايم، وانا عاوز بعد كده استخدم ال 1 دي كونفوليوشن عشان اطلع بيها نتائج. ده اكسلروميتر اللي احنا مركبينه ثلاث سنسور دول، ده عباره بنسميه 3 اكسس اكسلروميتر. الهدف منه زي ما قلنا بعمل اكتيفيتي ريكوجنيشن تاسك عشان اقدر، عندي مثلا ستة كلاسز هم ست اكتيفيتي مختلفين، انا عاوز اعرف بيزد على السنسور طلع ايه يبقى هو بيعمل ايه، هو ستاندنج، هو ووكينج، وات ايفر، يعني جامبنج، اي حاجه. هنعمل 1 دي اوفر تايم، هنمشي مع التايم، نعمل 1 دي كونفوليوشن. ادي الكيرنل بتاعنا اهو، الكيرنل ده 1 دي ولا 2 دي، ايه رايكم؟ يعني عامل كده كيرنل، ادي 1 2 3 4 5 في 3، هل ده 1 دي كونفوليوشن ولا 2 دي كونفوليوشن؟ ايه رايكم؟ وليه طبعا؟ 1 دي عشان يعني على حسب بيحسب في دايركشن واحد ولا على حسب بيحسب ايه؟ الله يفتح عليك. الكونفوليوشن ملوش دعوه بالكيرنل هو 2 دي ولا 3 دي، انا ما بتكلمش على الكيرنل، انا بتكلم على الحركه، انت بتتحرك في دايركشن واحد بس كده، وبالتالي انت حاليا شغال 1 دي كونفوليوشن حتى لو الكيرنل بتاعك كان 2 دي. ده اللي بس انا عاوز اكد عليه. طب فايده الكيرنل ايه؟ زي ما احنا عارفين الكيرنل بياخد معلومات من كل الداتا اللي موجوده تحتيه ويجمعها مع بعضها، يطلع لي رقم منها. ده الهدف بتاعك انه بيمرج المعلومات مع بعضيها كده. طبعا ده مثال على الكيرنل بيتعمل ازاي، انتوا مش محتاجين الكلام ده خالص، يعني انتوا اوريدي عارفين اللي اد 1 دي كونفوليوشن وبتبصي له الحاجات بتاعتك زي ما هي كده. الارجمنت بتاعتنا عباره عن ايه في المثال ده عشان احنا هنستخدمها كمان شويه كارقام. الانبوت شيب 120 في 3، انا عندي 120 تايم ستيب وعندي 3 اكسيز، وبالتالي الداتا اللي عندي عباره عن 120 في 3. يعني لو رجعت ورا تاني كده، دول كده 120 ودول كده 1 2 3. طب ليه دول 120؟ حسب بتاخد كام ثانيه، والثانيه بتعمل سامبلنج فيها لكام قيمه، يعني زي ما هنشوفها دلوقتي. الكيرنل سايز بتاعنا 5 5، طبعا الهايت بتاعه يبقى نفس الهايت بتاع الداتا، زي لو رجعنا لورا تاني اهو، هو كده 5 في الهايت بتاع الداتا نفسه عشان هو بياخد كل دول مع بعض، ثلاث اكسيز مع ثلاث انبوت مره واحده مع بعض، بيتحرك في اتجاه واحد زي ما قلنا من شويه، بس هو بياخد كل خمس قيم مع بعض حته واحده. طب تعالى نرجع نفكر تاني بقى، هنعمل الكلام ده يفيدنا بايه في ال ان ال بي لو بنتكلم على تكست داتا، وهنرجع بعد شويه تاني للايه؟ الاكسلرومتر بتاعنا. انا عندي this is a really مش عارف ايه cool blog whatever، كل كلمه من دول ليها الامبيدنج بتاعها، ادي الفيكتور اللي يمثل كل كلمه من دول، بغض النظر بقى انت جبته منين، مش مشكله تحفظ تكست ولا كتوبيس باك اوف وورد ولا اي حاجه، لكن في الاخر عندي كل واحده الفيكتور بتاعها. هفكر فيها بنفس الطريقه بتاعتها، انا برضه ممكن احط كيرنل يبتدي بقى يمر عليهم كلهم، ياخد الكلمه دي مع دي مع دي، وبعدين الكلمة دي مع دي مع دي، الكلمة دي مع دي مع دي، وهكذا. عشان كده يربط الكونتكست ببعضه. وبالتالي ال 1 دي سي ان ان ينفع مع سنسوري داتا زي ما شفنا الاكسلرومتر، ينفع مع اوديو داتا صوت، ينفع مع تكست داتا زي ما احنا شايفين كده، ليه تطبيقات كتيرة قوي اللي هو ال 1 دي كونفوليوشن.
مره كمان في التكست داتا انا عندي جمله اهي اي لاف وان دايمنشنال كونفيشن نيورال نتورك فيري واتش مش عارف ايه، كل واحده من دول ليها الجزء بتاعها. الكيرنل بتاعنا خد بالك بياخد الهايت كله. ليه بياخد الهايت؟ من ناحيه انا بشتغل 1 دي كونفيجريشن، هو لازم ياخد الهايت كله ان هو مش هيتحرك فوق وتحت، هو بيتحرك بس من الشمال لليمين وخلاص. الحاجه الثانيه هي اهم، انا عاوزه ليه؟ عشان بياخد الامبيدنج بتاع كلمه مع كلمه مع كلمه، يبقى لازم ياخد الامبيدنج بتاع الفيكتور ده بتاع الكلمه كلها مع الكلمه كلها مع الكلمه كلها، عشان يطلع لي يربط الثلاث كلمات دول ببعض. اما يشفت يطلع يربط لاف وان دايمنشن، يعني يربط وان مع دايمنشن مع كونفوجن. كل ما تكبر العرض بتاع الكيرنل بتاعك كل ما انت بتربط كذا كلمه مع بعض، بس لو كبرته بزياده بيدخل كلمات بره السياق مع الكلمات اللي عندي دلوقتي. تعالوا نشوف احنا بنعمله ازاي. ناخد مثال بتاعنا، اول حاجه هنا دي اللي هي الداتا بتاعتنا اللي هي 80 في 3، دي مجرد بس مراجعه ثانيه على الكونفوليوشن. اول حاجه اللينث بتاع الوان داتا سيت which is fed is 80، انا داخل حاجه هنا كده ايه 80 80 80، دي عباره عن ايه؟ ده الاكتيفيتي الاولاني. انا رجعت تاني للمثال بتاعنا اللي هو بتاع الاكتيفيتي، اكس اكسس واي اكسس زد اكسس، ثلاثة سنسورز بتوعه كل واحد منهم الداتا بتاعته اهي، وانا واخد 80 سامبل. الكيرنل بتاعنا يبقى شكله زي كده، واخد الثلاثة كلهم وعمال بيتحرك بياخد كام سامبل في المرة الواحدة يمرجهم مع بعض. ادي اول خطوة، العرض بتاعه زي ما قلنا خلاص الويتس بتاعه هو عبارة عن ثلاثة. بعد كده في ايه تاني؟ مفيش. طيب احنا واخدينه هنا الهايت بتاعه 10، يعني بيمرج 10 10 مع بعض، 10 وسلايد 10 وسلايد. لو دول طولهم 80 هي الاوت هيبقى شكله ايه؟ هيبقى كام؟ تاني انا دلوقتي مررت الكيرنل ده، الكيرنل ده كان عباره عن 3 في 10. اما يمر على الداتا اللي عندنا هيطلع ايه؟ ما رايكم؟ لا عاوز اسمع منكم. طب حد يقول لي الدايمنشن بتاع ده هتبقى كام في كام؟ الو سامعيني؟ الو شايف انت سامعيني ولا صوت قطع عندكم؟ ايه دكتور الصوت شغال؟ انا شكيت ان انتوا ما حدش بيرد خالص، قلت بقى الصوت قطع او النت قطع. لا لا الصوت تمام. طيب نرجع بقى تاني، الاوتبوت اللي هيطلع بعد ما اعمل كونفوليوشن بالكيرن اللي هو 3 في 10 ده على الداتا بتاعتنا اللي هي 3 في 80 هيطلع ايه؟ هيطلع 1 في 71 مش كده؟ انت بتبدا هنا اول 10 تشفت واحده تشفت واحده لغايه الاخر، ده في الاخر هيطلع لك 71 رقم يمثله نتيجه الكونفوليوشن بتاع الكيرنل ده على الداتا اللي كانت موجوده تحتيه. واضحه دي ولا محتاجه توضيح؟ ده اساسيات الكونفوليوشن. يبقى ده مره ثانيه ده اللي هيخرج من عندنا اللي هو الشكل ده، ده يبقى 71 لان ده عمال يمر عليهم كده لغايه الاخر في واحد بس. طب امال ايه الباقيين دول؟ حسب انت هتمرر كام فلتر، يعني الفلتر الواحد بيطلع واحده بس كده او الكرنل الواحد اوتبوت اوف وان كرنل.
اللي هو وان فلتر يعني. طب لو احنا حطينا بقى 100 فلتر هيطلع لنا اهو كده، ادي 100، كل واحد منهم بيطلع حاجه طولها 71 اللي هي القيمه بتاعتنا كده. بنقول ان كل فلتر من ال 100 فلتر دول عمل ديتكشن حسب الويتس بتاعته، فبيطلع كانه بيطلع فيتشر مختلفه. يعني كان احنا في الاخر كده مطلعين 100 فيتشر ديتكتور حسب عدد الفلاتر بتاعتك قد ايه. 71 مره ثانيه دي جت منين؟ كانت ان احنا عندنا كان عندنا العدد سامبل 80، اطرح منها الكيرنل 10 وزود واحد يطلع لك 71، عشان هو ماشي خد ال 10 دول بعدين شفت شفت هيخبط في الاخر امتى؟ بعد ما 71، فكده بيطلع 71 بقى. طب لو رجعنا عملنا كونفوليوشن مره ثانيه يعني كده، ده الاولاني كان 3 في 80، بعد ما حطينا ال 100 فلتر، 100 فلتر هنلاقي طلع لنا حاجه تانيه زي كده اقصر شويه، ده عباره عن 100 في 71، ده كده عباره عن 71. احط فلتر تانيين، لو قلنا مثلا 100 فلتر تاني اللي هيحصل ايه؟ الفلتر هيحول 71 ده هينقص برضه منه تاني 71 ناقص 10 زائد 1 هتساوي 62، هتلاقي الاوتبوت الجديد طالع لنا برضه ايه؟ 62. ده يبقى 62 اهو هنا لهنا، مش هحط لك مجموعة فلاتر تانية وهكذا. اهو هنرجع تاني هنا اهو، دول كده بيطلعوا هنا ايه 62، وانا اوريدي عندي 100 فلتر هيطلعوا كده. سؤال بقى عشان اتاكد بس ان احنا فاهمين كويس، الفلتر اللي عملت له ابلاي هنا هو الفلتر ده كان الكيرنل بتاعه كام في كام؟ يا ريت بس حد يقول لي. اما حطيت فلتر هنا ده، الفلتر ده كان كام في كام عشان يطلع دول؟ هما 100 فلتر اهو، بس الفلتر الواحد كام في كام؟ يا شباب أحمد كاتب ب 10 في 80. لا انا ما بشوفش اللي هو كاتبه يقول، عشان انا مش شايف اللي هو مكتوب، انا قدامي الشاشه دي. الفلتر الاولاني ده عباره عن 3 في 10، ده الكيرنل بتاعنا الاولاني، هو كان بيبقى عباره عن كده حاجه زي كده. كل سامبل بياخد السامبل دي مع السامبل دي مع السامبل دي ياخد 10 10 مع بعض وطلع ده الفلتر ده. طب الفلتر اللي هنا يبقى كام في كام؟ ال 100 فلتر دول الفلتر الواحد يبقى كام في كام؟ حد يقول لي بقى. هو يبقى 100 برضه. 100 كده؟ في 71 تقريبا، في الهايت يعني. في 71، لا ثانية ثانية، هو 72 ناقص 62 تقريبا في 10، في مش 10 صح عشان كده؟ في في 10 10. سوري هو نفس الكلام برضه، هو بياخد برضه ايه؟ ادي سامبل 2 3 4 لغايه 10، خدهم مع بعض كده ويطلع منهم قيمه. فالفلتر ده هيبقى 10 طول عمر الفلتر، واخد نفس الدبس بتاع السامبل
تامبل هي عرضها قد ايه، بياخد نفس العرض بتاعها، بتتجمع هو كام ماشي تامبل معاها. بالفلتر، هو الفلتر بيبقى على الورد ولا على كذا وورد؟ يعني مش المفروض ان انا عندي ثلاثة وورد اللينث بتاع الواحدة 80 ولا في اول واحد؟ اول واحد هنا، وطبعا هنا احنا ما بنتكلمش على الورد، بنتكلم طبعا على المثال بتاع اسمه ايه ده الستاتوس، بس هي هي. انا هنا كان عندي 80 ورد، كل ورد متعرفه بفيكتور طوله وعرضه 3، كان ادي مش ورد ثلاثة ورد. ورد ورد، فكده كان بياخد، لا كان بياخد 10 ورد 10 ورد 10 ورد، وبعدين سلايد 10 ورد ويسلايد لغايه الاخر. تمام. اه انا بس خايف اكون لخبطتكم. المثال بتاعنا ده انا بتكلم على السنسورز، انا كان عندي 3 سنسور، ادي سنسور 2 3، خدت لهم قرايه، بعد جزء من الثانيه خدت قرايه ثانيه، بعد جزء من الثانيه خدت قرايه ثالثه، وهكذا. انا واخد 80 قرايه ورا بعضهم، كل قرايه منهم عباره عن 3 ارقام، الفيكتور فيه 3 ارقام ل 3 سنسور اكس واي وزد. انا كنت بجمع دول مع بعض عشان اطلع بحاجه في الاخر، اقدر ادخل على الكلاسيفاير حاجه يكلاسيفاي يقول لي هو ايه اللي داخل، اوصل على مجموعه فيتشرز. فكنت بدخل 1 دي كونفوليوشن اهو، العرض بتاعه قد العرض بتاع الفيكتور الواحد لو كان فيه اكس واي وزد. هنا كده كان بتجمع كام سامبل مع بعضيها، فكده كنت بجمع 10 سامبل، دول كل 10 اعتبرهم مرتبطين ببعض، فاعمل كونفوليوشن واطلع فيتشر. بعدها ابلاي فلتر تاني غير الاولاني، ده الاولاني، فلتر تاني نفس الكلام، فلتر تالت نفس الكلام، كل فلتر من دول كان بيطلع لي قيمه زي كده، بحركه مره هنا بعدين شفته واحده 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 لغايه ما يخبط تحت. لو دي كانت 80 يبقى هيطلع كام قيمه؟ هيطلع قيمه واحده وهو واقف هنا، بعدين فاضل لي كام واحده شفتها؟ شفت هنا 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 لغايه ما يخبط تحت هنا، هيطلع دول 71 قيمه، اللي هي 80 ناقص 10 زائد 1، دول هيطلعوا العدد بتاعه. فده الفلتر، الفلتر الثاني الثالث الرابع، طلعت لي المجموعه دي ممكن اخدها ابلاي عليها فلتر تاني. اما تابلاي فلتر تاني على الانبوت ده برضه هابلاي 1 دي، هتابلاي ازاي؟ الشكل اللي احنا قلناه دلوقتي اهو، ابلاي فلتر كده حسب الماتريكس دي هيتحرك ازاي، اللي هو زي كده تحطه هنا كده تتحرك تحرك تحرك لغايه تحت. عرض الفلتر يبقى برضه ستيل هنا فلتر 3، طب هنا اللي طلعوا الجديد اهم الفلتر بتاعهم عرضه 100 لان الانبوت اللي داخل له 100، في الارتفاع كام؟ انا هاخد برضو ارتفاع 10، بجمع كل 10 سامبل مع بعضي، يبقى الانبوت كان داخل لي 100 في 71، اللي هيخرج منه هيبقى عباره عن 100 اللي هو عدد الفلترز في 71 ناقص 10 زائد 1 هو 62، فاللي طالع من هنا برضو هيبقى ستيل 100 في 62. لو هابلاي فلتر ثالث نفس الكلام برضو، هل انا ملزم ابلاي 100 فلتر؟ مش شرط، زي ما قلت الفلتر الواحد بيطلع عمود واحد بس، وهكذا. حطيت 100 فلتر يطلع لي 100 عمود 100 كولوم، فانت ال 100 دي بمزاجك حسب انت تحط كام فلتر، لكن الهايت ده حسب الكيرنل بتاعك اللي هو الفلتر بتاعك ده ارتفاعه كام، هيبقى 62 لو انت واخدهم عشرات برضو ناقص 10 زائد 1 وهكذا. نرجع تاني هنا، ادي الكونفوليوشن التاني اهو، طلع هي نفس القصه بتاعتنا اهي، طلع كده برضو دول عباره عن 100 قلت له 62، ده بعد الكونفليشن الثانيه كمان مره. احنا دخلنا واحد وبعدين دخلنا الثاني. احنا بنعمل بولينج. سواء بقى افريج بول او ماكس بول زي ما اشتغلنا في الكمبيوتر فيجن قبل كده. البولينج انا بجمع كل اثنين مع بعض كل ثلاثه مع بعض حسب ما انا عايز. فالبولينج هنا مثلا باخد ثلاثات. هاخد كل ثلاثه دول مع بعض، كل ثلاثه دول مع بعض، ثلاثه مع بعض وهكذا. وبعد كده يا اما ترانكيت يا اما تعمل بادنج. لو كانوا 62 اسم على الثلاثه تطلع 20، 20 وكسر، برمي الكسر يبقى هي 20 بس. فلا يخرج بعد اللي هنا بعد البولينج هيبقى عباره عن 20 في 100. هي اصلا كانت 62 في 100. عملنا بولينج. بولينج بيتعمل ازاي؟ قدامنا طريقتين مشهورين. يا اما تاخد الافرج بتاع الثلاثه دول وتطلع رقم. يا اما تاخد الرقم الكبير في دول وتطلعه بس، يعني اخد اكبر واحد اللي هو الماكس بول، او تاخد الافرج بتاع الارقام وتطلع ايه الافرج بول. فده اللي انت ايه بتشتغل بيه، ايهما افضل؟ كل واحده ليها الكونسبت بتاعها طبعا. انتوا رايكم ايه، مين افضل، ماكس بول ولا افرج بول؟ وليه طبعا؟
ايه رايك؟ انتوا عارفين البولينج الاول ولا ما خدتوش قبل كده؟ البولينج ان انا بشرينك الدايمنشنز ايوه اربعة بماكس بول باخد اكبر رقم والافريج بول باخد الافريج ما بينهم. صح. طب مين احسن بقى، ماكس بول ولا افريج بول، او ايه الفلسفه بتاعتك تاخد ده او ده؟ ممكن نقول الافريج بول علشان بيجيب الافريج ما بينهم. تمام، هو كلامك صح ان الافريج بول بيجيب الافريج ما بينهم، ففي واحد يقول لك الكونسبت خلينا ناخد الافريج، يعني بلاش اخد الاكستريم اللي هي الماكسيمم او كده. ما اللي بيفكر ياخد الماكسيمم بياخد الماكسيمم ليه؟ تعالوا اقول لكم بقى ليه، لان دي حته مهمه. الارقام اللي طالعه هنا دي عباره عن ايه؟ فيتشرز. اما عملت ابلاي للفلتر فطلع فيتشر الارقام الموجوده هنا دي. انا يهمني اخد الفيتشر الكبيره اللي فيهم، يعني اما تاخد دول مع بعض نلاقي اقوى فيتشر فيهم اللي ياخد اكبر رقم وطلعها. طالما انت كده هترمي ما تاخدش الافرج بتاعهم، عاوز اقوى واحده فيهم اللي هي اعلى قيمه. فدي الفكره بتاعت ان انا اخد الماكس بول وارمي الباقيين كده. بقى احنا بعد البولينج هنصغر ده، بدل ما كان 62% هيبقى عباره عن 20%. بعد كده نقدر نصغر الانبوت بتاعه. نفضل نكمل عادي زي ما احنا عايزين. اقدر اعمل دروب اوت. دروب اوت انت بترمي شويه من اللي عندك، ودروب اوت ايه الهدف بتاعه؟ حد يفكرنا كده، كنت بعمل دروب اوت ليه؟ يا احمد ما سمعتكش النهارده. وحسب ما افتكر الدروب اوت كنا بنعمله علشان نحسن التريننج بتاع ال hidden layers او النودز، يعني نحسن الهيدن. انا واقف لك عليها اهو. نويز. اقول عشان الريجولاريزيشن في العادي، عشان ما يوفر فيتش، عشان ما يعملش اوفر فيت اهو. دروب اوت هدفه الرئيسي ما يحصلش اوفر فيتنج، ما يحفظش التريننج داتا ويدي عليها نتائج حلوه قوي لما اجي تيسته بالتريننج داتا، بينما يجي في الاكشوال داتا يعك. فانا بعمل بيه اوفر فيتنج عن طريق الدروب اوت، ان انا بمسح بعض الحاجات راندملي اخبيها حسب عاوز تعمل دروب اوت كام في المية، مثلا 50% او تفر 30%، عشان هو يحاول من غيرها يقدر يشتغل، فبيحسن النتائج بتاعته. بعد ما بنخلص خالص بناخد الكلام ده كله نحطه في فيكتور واحد بس تحت بعضيه كده، وبعدين نخليه بقى فولي كونكتد، وبعدين نبروجكت على عدد الكلاسز بتاعتنا. ده اللي كنا بنقدر نعمله عشان نقدر اكلاسيفاي اي حاجه احنا عايزينها. فلو كان عندي مثلا في الاوتبوت 6 نيورونز، يعني عندي 6 كلاسز، هو ووكينج ولا جامبينج ولا وات ايفر، بحط هنا 6. فانا كده خدت الفيتشرز كلها حولتها الى فيكتور واحد، بعد ما خلصت بقى كم مره كونفوليوشن وكم مره دروب اوت حطها لفيكتور واحد، وبعدين بعمل كده ايه؟ عملها بروجيكشن هنا، وعشان اطلع دول بروبابيلتيز بستخدم سوفت ماكس. دي القصه بتاعتنا لو انا استخدمت 1 دي كونفوليوشن مع السنسور ديتا. السنسور ديتا بالنسبه لنا كانت كل سامبل تمثل 3 ارقام اكس واي وزد. هنعيد نفس الكلام كمان شويه، بس بناخد بقى لو كنت بتكلم على ويردز، على كلمات اللي هو ال ان ال بي بتاعنا، برضه باستخدام ال 1 دي كونفوليوشن. ده اللي احنا عملناه. بص معاك عشان نراب اب بقى الكلام ده كله بالكيرس، احنا الناس بتحب تشوف البرمجه تبقى اسهل لها. عملنا ريشيب للداتا اللي عندنا اللي هي بقت ايه؟ 3 في 80 او كده، او 80 في 3 يعني. زودنا 1 دي كونفوليوشن 100 في 10 واستخدمنا ريليو. 1 دي كونفي تاني 100 في 10. طبعا هو 100 فلتر، الفلتر الواحد ارتفاعه 10 يعني بيجمع 10 سامبل مع بعضه، عشان كده قلت من واحد من 80 ل 71. الفلتر ده قل من 71 الى 62. ماكس بولينج 3، ال 62 لما قسمت على 3 طلعت 20. رجع عمل 160 فلتر تاني كل واحد منهم 10، بعد ال 160 فلتر تاني الواحد منهم 10، بعدين عمل ايه؟ افريج بول ودروب اوت
حول لدانس وخلاص، عمل طبعا فلوكس ماكس. الدانس حول قد ايه؟ 6 كلاسز، يوم الكلاسز 6 بتوعنا دي بقى اكتر. لو انت بتطلع السمري بتاعك دي اخر خطوه. احنا كنا عباره عن 80 في 3، 80 سم، كل سم العرضها 3. هنعيد نفس الكلام ده تاني لما نيجي نحط على الورد كمان شويه، نتكلم على الورد. بعد اول كونفوليوشن ال 80 نزلت 71، ليه 80 ناقص 10 زائد 1 بقت 71 في كده. كونفوليوشن كمان بقت 62 وبرده ستيل 100، ده انا واخد 100 فلتر فطلع لي النتيجه في 100. الماكس بول ال 62 نزلت ل 20 برده ستيل في 100. وعندي كونفوليوشن تاني ال 20 شيل منهم 9، احنا كنا هنا شلنا 9 بقت 70، شلنا 9 ال 20 شيل منها 9 بقت 11، بس 11 في 160. ليه في 160؟ عشان انا واخد 160 فلتر مش 100 فلتر زي قبل كده. ده دخلته على الكمبيوتر كمان مره، ال 11 نزلت 9 شلنا، نزلت 2 شلنا 9 نزلت 2 في 160. هنعمل افريج بولينج. افريج بولينج انا في الخطوه اللي هنا دي كان الشكل بتاعي عامل زي كده. مية وستين في اتنين الافريج بولينج، انا واخد ايه؟ دول مع بعض، دول مع بعض، دول مع بعض، وهكذا كل رقمين مع بعض هيطلع لنا في الاخر 160 في واحد، يعني كانه فيكتور كده. الفيكتور ده اعمل له بروجيكشن طلع لي منه 6 اللي هم عدد الكلاس. هيخش عليهم كلهم كده، يخش عليهم كلهم كده وهكذا. وبعدين اللي خارج من هنا عاوز برابيلتي، عشان اعرف مين اعلى برابيلتي نحط هنا سوفت ماكس. دي القصه بتاعتنا كلها لغاية كده. في أسئلة؟ ولا مفيش هسأل أنا؟ لا تمام. طيب سؤال صغير بقى للناس اللي فاهمة بس، الرقم ده جه منين؟ ده عدد البرامترز، ده بتاع الدنس آخر ليه اللي هي بتاعت الدنس بتاعت هي دي، الرقم ده جه منين؟ حد يقدر يقول لي؟ فكروا كده دقيقة وحد يقول لي. لا انا مش شايف الشاشة بتاعتكم. انا عامل فول سكرين عندي للي انا عارضه، فلو حد كتب حاجة يقول لي. لا مش كده، انا كنت يعني رافع ايدي. طب قول. جاي من ال 160 اللي هي بتاعت الدروب اوت، ايوه داخله على 6، على 6 في الدنس، ايوه ف 160 في 6 زائد 6 بايس. 6 بايس صح كده. يعني كان عندنا هنا دول 160 ودول 6، فعندي كلهم كده فول كونكتيفيتي 160 في 6 زائد كل واحده من دول ليها البايس بتاعها، كده طلعت 966. كده الاجابه صح. تمام كده انت كده فاهم. تمام ده اللي عايز احنا اقول قلناه لكم من شويه كشرح، ممكن تقراه تاني عشان ايه لو حد فاتوا اللي احنا كنا بنشرحه الحته اللي احنا قلناها دي. مراجعه سريعه كده لل 2 دي وال 3 دي كونفوليوشن قبل ما نخش بقى على الورد بتاعنا بتشتغل ازاي. لو احنا كنا شغالين 2 دي كونفوليوشن بس بفرق بينها وبين ال 1 دي، الكيرنل بتاعي كان شكله زي كده، هي ادي صوره اهي، الكيرنل بتاعي شكله زي كده. ماليش دعوه الكيرنل هو 2 دي ولا لا، ليه دعوه الكيرنل ده بيتحرك اتجاه الاكس وبعدين يرجع بيتحرك اتجاه الواي، اكس واي وهكذا، هو بيتحرك تو دايمنشن، عشان كده سميناه 2 دي كونفوليوشن. ده اللي بنعمله على الصور بتاعتنا. ممكن تبقى صور بقى ار جي بي تكون عاديه، مش دي اللي هتفرق بالنسبه لنا. طول عمر الكيرنلز بتاعتنا الدبس بتاعها هو الدبس بتاع الانبوت، زي ما شفنا من شويه اما كان الدبس بتاعنا 3 اللي هو الاكسيز اكس واي وزد، كان الفلتر بتاعنا عرضه 3 وخد بقى ارتفاعه 10 ارتفاعه 7 زي ما انت عايز. نفس الكلام هنا انا عاوزه 3 في 3،
الدبس بتاعه لازم يكون قد الدبس بتاع الصوره. لو الصوره كانت كلر ار جي بي يبقى الدبس بتاعه كمان 3، يبقى 3 في 3 في 3، وستيل بيتحرك في 2 دايمنشن عشان كده سميناه 2 دي. الصوره دي طبعا بتوضح جدا يعني ايه بشتغل 2 دي كونفوليوشن ولا 1 دي ولا 3 دي. نفس الصياغه بتاعت كيرس كونف 2 دي، وبتبص الحاجات بتاعتك كلها. دي البارامتر اللي بتبعتها في الكونفوليوشن، مش محتاج اقولها لكم طالما انتوا اشتغلتوا اوريدي قبل كده كونفوليوشن، يعني ايه الاسترايد والفلترز والى اخره والبادنج والحاجات دي، كل ده كلام سهل بالنسبه لكم. اكتيفيشن لاير و سيبك من كل ده خلاص. لو كنت شغال بقى 3 دي كونفوليوشن، هو في 3 دي كونفوليوشن؟ اه في 3 دي كونفوليوشن طبعا. الفكره بتاعته ايه؟ بص معايا كده، الكيرنل بتاعنا اهو الدبس بتاعه مش قد الدبس بتاع الانبوت اللي عندي كله، واخد حته بس زي كده، وبالتالي ده ما يجي يتحرك عشان يغطي الانبوت ده كله اللي هي 3 دي داتا بتاعتنا، هو نفسه كده يفضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي. بعد ما يخطر ده كده 2 دي، يطلع لقدام خطوه يفضل رايح جاي تاني مره عليها كلها قدام خطوه رايح جاي وهكذا. اوضح مثال ل 3 دي داتا كانك شغال فيديو، كل لاير من دول عباره عن فريم، بعدين الفريم اللي وراه اللي وراه اللي وراه لغايه الاخر. الكيرنل بتاعك شغال 3 دي كونفوليوشن بيجمع كذا فريم مع بعض. طبعا مش هقول لك انت بتدخل لي 1000 فريم خلي ده عرضه 1000 كده بقى كانها صوره ليها 1000 تشانل، لا انا هنا بقول لك جمع لي كل مثلا 3 فريم او 5 فريم مع بعض اعمل لهم كونفيجن طلع منهم فيشر معين وهكذا. هو كده لما يجي يجمع دول مع بعض طلع القيمه دي بس، اما يطلع قدام سنه هيطلع القيمه اللي اتحط هنا قدام كمان لغايه ما يطلع القيمه اللي اتحط في الاول هنا وهكذا، ويكمل بقيه الداتا بتاعتي. ده كده الفرق بين ال1 دي كونفوليوشن وال2 دي وال3 دي، بحيث بس تبقى الدنيا واضحه عندنا. طبعا في حاجات كده بقى في استخدامه، مثلا زي لو بتتكلم على الام ار اي مثلا او السي تي او كده بيستخدم الحاجات دي. الشكل بتاعه برضه كونف 3 دي زي كان كونف 2 دي كونف 1 دي، هي برضه ستيل كونف 3 دي. الكيرنل بتاعنا هتلاقي بقى ايه؟ ليه ثلاث ارقام دلوقتي 3 في 3 في 3، ما سابش ده للدبس لان ده الدبس انا اللي محدده من عندي وهكذا. ده سمري الثلاثه اللي هم شبه بعض بيعملوا ايه؟ نيجي بقى للكلام بتاعنا احنا بقى. انا عاوز اطبق ال 1 دي كونفوليوشن على التكست كلاسيفيكيشن. احد الطرق اللي بنستخدمها عشان اكلاسيفاي بيها التكست، يعني هو المشهور دايما عند معظمنا يقول لك ايه انت شغال تكست ان ال بي خلاص اشتغل بقى ال اس تي ام او ار ان ام، مش شرط. احيانا بشتغلها 1 دي كونفوليوشن ويدي نتائج كويسه جدا، واحيانا بنستخدم 1 دي كونفوليوشن قبل ما ادخل على الار ان ان او ال اس ام اللي احنا هنتكلم عنه بعد كده. عشان كده مهم قوي نفهم ال 1 دي كونفوليوشن بيشتغل ازاي، وفكرته بسيطه ما هياش صعبه طالما احنا فاهمين الكونسبت. بص مع بعض كده، ادي الكلمات اللي عندي، كل كلمه ده الفيكتور اللي يمثلها اهو، وكل كلمه الفيكتور ده طوله 3 مش 300 يعني عشان بس نقدر نمثله كده عادي. انا بجمع كل 3 مع بعض، كل 3 كلمات مع بعض واربطهم واطلع اطلع بفيتشر. ببدا من هنا انا عامل بادنج عشان ينفع يتقسم صح، كده العدد 1 2 3 4 5 6، فهنا انا عامل بادنج هنا من بادنج من فوق هنا، خدت دول بس طلعت ده كله وطلع الرقم ده، المهم جه منين. بعد كده يبدا بقى نتحرك، نزلت لتحت خد دول مع بعض طلع الرقم التاني، نزل لتحت خد المجموعه دي مع بعض الرقم التالت، كمان الرقم ده لغايه ما في الاخر خلصهم كلهم طلع لي. فدول اللي طلعوا لنا هنا 1 2 3 4 5 6، هو كان داخل كام؟ 1 2 3 4 5 6. انا كنت عاوز اعمل بادنج سيم سيم، يعني اللي خارج يبقى نفس السايز بتاع اللي داخل، داخل له 6 يطلع لي 6. احنا عملنا البادنج زودنا واحده هنا وواحده هنا، وانتوا عارفين البادنج اوريدي من الكمبيوتر فيجن كده. احنا عملنا ابلاي، ايه الفيكتور اللي طلع ده في الاخر؟ كل واحده من دول عباره عن فيتشر تمثل ثلاث كلمات دول مع بعض، ثانيه تمثل ثلاث كلمات دول مع بعض دول مع بعض وهكذا. فده كده كانه عمل ميرج بين الكلمات وبعضيها عشان يربط لي السياق ببعضيه، مين جه مع مين ومين جه مع مين. تعالوا نشوف بقى هنطبق الكلام ده ازاي.
اول حاجه بنعمل وورد توكنايزيشن زي ما احنا اتعلمنا، هتمسك الكلمات اللي عندك وترقمها كلها توكن، ده تبقى 0 اوف 1 2 ذن 3 يو 4 واو الى اخره. عملنا توكنايزيشن حسب ما يكون عندك عدد التوكنز بتاعتك قد ايه للميدل ويرز كلها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ادي التوكن ديكشنري كل كلمه خدت الرقم بتاعها، ده اول حاجه. بعدها وان هوت انكودنج، كل واحد هيحط لها وان واحده وباقي كلهم اصفار، ده بنسميه وان هوت انكودنج. وعملنا انكودنج لكل الكلمات اللي عندي في الديكشنري برضه، ستيل الكلام ده سهل. بعدها خد بقى الوان هوت انكودنج وروح اعمل وورد امبيدنج. رحت جبته بقى من عند جوجل، جبته من عند الفاست تكست، وات ايفر جبته منين، في الاخر كل كلمه طلعت لها الفيكتور بتاعها، بنيته انت بنفسك، عملت تريننج اللي يعجبك. في الاخر كل كلمه بقى عندي ايه، امبيدنج فيكتور يمثل الكلمه دي. وعارفين طبعا الامبيدنج فيكتورز الكلمات شبه بعضيها، بيبقى الامبيدنج بتاعها شبه بعضه. دي اول الخطوه الثالثه. على سبيل المثال ادي كونتكست في كلمه كوفي، اي درينك كوفي، وهنا ووتر وهنا تي، المفروض الثلاثه دول يبقى الفيكتورز بتاعهم شبه بعضهم، ده الكونسبت بتاع الورد امبيدنج، كلمات المتشابهه ليها فيكتورز متشابهه. هنعمل الكيرنل بتاعنا زي كده. بص نقول مثلا ذا جوز موفي، الكيرنل بيعمل ايه؟ لو خدنا ده الكيرنل بتاعنا اهو، انا باخد كل كلمتين مع بعض. انا بس بقول لك بيحسب ازاي، يعني تضرب الاول في الاولاني، الثاني في الثالث، الثالث في الثالث، سته دول في سته دول هيطلع لك الرقم بتاعك وهكذا. ده مثال لطيف جدا. انا عندي ذا جود موفي وعندي ايه فانتاستيك سونج، ذا و ا المفروض الفيكتور بتاعهم الاثنين يكونوا شبه بعضين في الورد امبيدنج، جود وفانتاستيك الفيكتور المفروض يكون شبه بعضين لان الاثنين بيجوا مع سياقات متشابهه، موفي وسونج برضه المفروض مقربين جدا من بعض. علشان كده لو انا استخدمت الكيرنل ده طبقته على هنا جود موفي مثلا الحته دي بس يطلع لي رقم اهو 0.54. نفس الكيرنل طبقته على فانتاستيك سونج يطلع لي 0.53. كان بيقول لي جود موفي سيميلر او فيري كلوز لفانتاستيك سونج. دي ميزه بتاعت وورد امبيدنج، اما انا بعمل لهم ادخل كلمه عليهم اطلع فيتشر، فالفيتشر اللي طالعه دي بتقول ان الكلمتين دول شبه الكلمتين دول. دي الميزه بتاعتها. انا فعليا بقى دول مش ثلاث كلمات بس، دول 10 كلمات. مر عليهم الكيرنل بتاعي ده هيطلع لي 10 ارقام، 10 فيتشر زي دول. لو لقيت بقى اول ثلاث كلمات شبه اول ثلاث كلمات طلعوا نفس الفيتشر هنا زي هنا، وثاني ثلاث كلمات مع ثاني ثلاث كلمات طلع الفيتشر ده شبه ده وشبه ده، هتلاقي الفيكتور اللي طلع من الجمله الاولانيه والفيكتور اللي طلع من الجمله الثانيه طالعين اولموست سيميلر لبعض. فده الميزه بتاعت ان اشتغل ب 1 دي كونفوليوشن. بص كده اهو زي ما قلنا كوننا تاني كده، مريت بالكيرنل بتاعنا لغايه ما طلعت في الاخر فيتشر فيكتور يمثل الجمله دي. لو كان عندي جمله تانيه شبهها ورحت برضه مرن عليها بالكيرنل هيطلع لي فيكتور واحد يمثل الجمله التانيه. خد بالك ده دي ميزه رائعه، انت بتقدر تحول الباراجراف كله الى وان فيكتور. قادر اقول لك الباراجراف ده شبه الباراجراف ده ولا لا، وشبه سيميلر قد ايه، حسب ما انت هتجيب بقى ايه الديستانس الكوساين سيميلاريتي وات ايفر تقدر تعرف قريبين لبعض بقد ايه. دي الميزه بتاعتها. اما عملنا بص كده، اما عملنا هنا ايه ماكس بولينج، ده اللي كان طلع اهو، ارجع لورا تاني، ده الفيتشرز اللي طلعت من الجمله دي اهي. كل ما كان الرقم ده اكبر كل ما كانت الفيشر دي اقوى، واضح ان هو البوينت 8 دي اقوى واحده فيهم. كان خد ماكس بولينج خد اقوى فيتشر فيهم في الفيكتور ده، لو انت عاوز تصغره يعني، مش عاوز تصغره خلاص تعمله زي ما هو، لكن عاوز تعمل بولينج فالماكس بول هيدي اقوى فيتشر فيهم. ماكس بول اوبريشن. بص بقى هنعمل ايه؟ احنا
احنا كده خلاص تقريبا خلصنا. اي لايك ذيس موفي فيري ماتش، بعدين اكسكليميشن مارك. كل كلمه من دول كان الامبيدنج بتاعها طوله 5، دايمنشن 5 اهو. انا عاوز اطلع فيكتور يمثل دي. لك سهله، ما تمشي كيرنل عليهم زي ما عملنا من شويه. لو رجعنا لورا تاني اهو، اهو مشينا الكيرنل عليها، طلعنا في اخر فيكتور يمثل الجمله دي. بس احنا بنعمل حاجه احسن من كده بشويه. بص كده، ادي كيرنل اهو. الكيرنل ده العرض بتاعه قد الامبيدنج فيكتور بتاعنا، ده كان 5 يبقى ده هيكون 5. ده طوله كام؟ 1 2 3 4. ده معناه ان هو كده بيعمل كونفيوجن لاربع كلمات، اربع كلمات مع بعض، كانوا بيعتبر الاربعه دول مرتبطين ببعض، وبعدين يتحرك الاربعه التانيين، الاربعه التالتين وهكذا. ادي فيكتور اهو يطلع فيتشرز زي ما عملنا هناك. ماشي، طلعنا الفيتشر اهي اللي طلعت. طب هاخد واحد تاني زيه بس طبعا بويتس مختلفه، وابلاي. ابلاي فلتر بتاعنا هيطلع لنا برضه ايه؟ مجموعه ثانيه. فكده بابلاي كذا فلتر. الفلتر ده بيجمع اربع كلمات مع بعض. طب ده ثلاث كلمات مع بعض. طب ده كلمتين مع بعض. كده كانك عملت كام فلتر؟ ادي 2 4 6. بس ماشي، تعمل سكيلينج، مره تجمع اربع كلمات اربع كلمات وتطلع بفيتشرز، مره ثلاث كلمات ثلاث كلمات اهو تطلع بفيتشرز، مره كلمتين كلمتين وتطلع بفيتشرز. طلعنا كل دول. هاجي اقول لك في دول كده اللي طلعت من اول فلتر، مين اقوى واحده فيهم؟ اكبر واحده، اعمل ماكس بول اهو، ماكس بول طلعت دي واحده من هنا. طب في دول اللي طلعوا من هنا، ادي اقوى واحده فيهم اهي. طيب لما كنت ماشي ثلاث كلمات ثلاث كلمات طلع لي دول، مين اكبر واحده فيهم اللي هي اقوى واحده؟ خدتها. نفس الفلتر تاني حطيته برضو بيجمع ثلاثه ثلاثه، اقوى واحده خدتها. اما خد بعض كلمتين كلمتين مع بعض، اقوى واحده اهي، اقوى واحده اهي. كونكاتينيت كل دول مع بعض، خدت الاثنين دول اهم مع الاثنين دول مع الاثنين دول اهو. الفيكتور اللي طالع ده اللي يمثل الباراجراف بتاعي. فانا مثلته بفيتشر فيكتور قوي جدا. ليه قوي جدا؟ لسببين. اول سبب، انت عملت سكيلينج، مره اخدت اربعات مع بعض، ومره مشيت ثلاثات مع بعض، مره اثنينات مع بعض، فانت كده عملت سكيلز مختلفه. الحاجه الثانيه، في كل مره كان البقاء للاقوى، كنت بتاخد اقوى فيتشر طلعت من هنا، اقوى فيتشر طلعت من هنا من هنا، وكمان كنت بابلاي اكتر من فلتر بنفس السايز، عشان ده يديتكت فيتشرز معينه، ده يديتكت فيتشرز ثانيه، مع انهم كلهم اربع كلمات اربع كلمات، بس ممكن ما فيش طبعا من هنا غير اللي هنا، وخدت الاكبر في ده والاكبر في ده وهكذا. لما شفتك كده والله. نعم؟ لا مش سامعك. هو تقريبا فتح المايك بالغلط. اه طيب ماشي. فتحت المايك، فتح المايك بالغلط. لا ما فيش مشكله. يبقى كده انا قدرت امثل الباراجراف بتاعي بفيتشر فيكتور قوي جدا. ده تخلوه في الكلاسيفيكيشن بقى. لو انت كنت عندك تو كلاسز بس، عاوز اقول الكلمه دي مثلا بوزيتيف، او الجمله دي بوزيتيف ولا نيجاتيف، هما تو كلاسز. باخد ده اعمل له بقى بروجيكشن على اتنين، واعمل سوفت ماكس اعرف هو مدي بوزيتيف ولا نيجاتيف. بس الخلاصه في الاخر ان احنا مسكنا الباراجراف ده كله اهو، حولناه الى الفيكتور ده. دكتور عندي سؤال. اللي هي كده، حاضر. ده الانبوت، ده البروسيسنج، ده الكلاسيفيكيشن في الاخر. انا قسمت كده ايه، ده شكل الموديل بتاعك. اتفضل. هو مش انا في اول واحد، لو هو بياخد الاربعه او الخمسه واربعه، واخر واحد بياخد اخر اثنين، فمش ممكن يبقى بسبب ان هما بيعمل اوفرلاب والفلتر ماشي، يبقى الماكس فوق هو نفس الماكس اللي تحت، فهو كده ما اتعلمش حاجه جديده. لا لا، لحظه واحده. الاولاني اللي هو ده كان بيبص على اربع كلمات اربع كلمات، يعني اي لايك ذيس موفي، وطلع بحاجه برقم، وبعدين لايك ذيس موفي فيري طلع برقم، ذيس موفي فيري ماتش طلع برقم، وهكذا اهم. كل مره كل اربعه بيطلع منهم برقم. بينما هنا ده كان بياخد اي لايك ويطلع منها برقم، لايك ذيس ويطلع برقم وهكذا. اما يختار اكبر رقم في الاربعه دول
وأكد هيكون مختلف عن أكبر رقم في السبعة دول. فهمت. لأن زبون يعني بالبلدي كده، بص أنت لابس نظارات مختلفة، نظارة شايفة من بعيد فبتشوف أربعات أربعات، نظارة قريبة شوية بتشوف ثلاثات ثلاثات، نظارة قريبة قوي بتقرا كل اتنين اتنين بس مع بعض، وكل واحد بيطلع الفيشة دي عارف يجيبها. وكمان عندي نظارتين مختلفتين بنفس السايز هم، مش هيطلع برضه ايه ويدث مختلفة، تطلع فيشة مختلفة. وجمعت أكبر واحدة في كل واحدة من دول وعملت كونكاتينيشن، بقى الفيكتور ده فعليا فيكتور قوي جدا يمثل ده على سكيلز مختلفة، بربط الكلمات قريب والبعيد ومش عارف ايه كله مع بعضيه. ده اللي هستخدمه بقى عشان اقدر اعمل بيه كلاسيفيكيشن. فالطريقه دي زي ما بقول قويه جدا انك تقدر تكلاسيفاي بيها الحاجات بتاعتك، وسريعه غير الحاجات اللي هنشوفها بعد كده الار ان ان والكلام ده بطيء، لكن هو دي كده بالنسبه لنا ايه سريعه يعني. فهمت. شكرا. عفوا. الكلام ده مثلا بقوله مقدمه، لان احنا بعد كده هنبتدي بقى نتكلم على الار ان ان والال اس تي ام والجي ار يو كده، اللي هو كونسبت مختلف عن ال 1 دي كونفوليوشن. فاللي كنت عاوز اكد عليه من دلوقتي، لا ال 1 دي كونفوليوشن يا جماعه مهم جدا، وحابب نستخدمه قبل ما ندخل على حاجات ثانيه. يعني كانه بقى بري بروسيسنج، اخد اللي طالع منه بقى ادخله على حاجه ثانيه، باعتبار اللي طالع منه ده اللي هنا ده الخلاصه بتاع دول. خد بقى ادخله على كونسبت ثاني في نتورك مختلفه وات ايفر، طلع نتائج كويسه. هوقف على كده النهارده، بس احنا كده ايه خدنا مجموعه كويسه من الحاجات. وطبعا زي ما قلنا الاساينمنت بتاعنا المهم المره الجايه مش انا اللي هقول حاجه، انتوا اللي هتقولوا، كل واحد هيستعرض الريبورت بتاعه يقول انا جربت كذا وكذا وكذا وطلعت واحد اثنين ثلاثه. طبعا هتفرج على حاجات مختلفه منكم يعني، والكلام طبعا هيبقى عليه يعني تقييمات ليكم يعني عشان عاوزين درجات برضو. قول يا بسام. ممكن بس هيكتب السلايدز والفيديو النهارده او بكره عشان انا هحتاج اشتغل عليه اول اسبوع بس. حاضر، ابعت لكم الاثنين مفيش مشكله سهل. انا ببعتها لكم على ايه؟ احنا لسه ما عملوش كلاس روم مش كده؟ هبعتها لكم بقى شير، خلاص شير عادي زي يعني شير، واللينكات على الفيديو ببعتها لكم على الواتس وكده. تمام. خلاص حاضر. هو بقى فيه برضه الاساس دوت حددت الحاجات بتاعتها ولا لسه؟ في ايه؟ لا ما سمعتكيش. الاسسمنتس اللي هي الاسسمنتس والحاجات اللي هي الاساينمنتس وكده والتقسيمات بتاعت الحاجات دي، حضرتك اتفقت معاها مع الدكتور السيد ولا لسه؟ لا لسه، عليها مع الدكتور هتفق معاه ان السيد. شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله، بس ما تقلقوش ان شاء الله خير خلاص يعني تمام ماشي. ان شاء الله. اهم حاجه بس تعملوا الاساينمنتس كويسه، المهم في الاخر انتوا بتوع ماجستير يعني اهم حاجه انكم تتعلموا تفهموا الكونسبت صح وتطبقوه صح عشان ده هتعملوه في الماجستير بعد كده يعني. ان شاء الله يعني. خلاص ماشي ان شاء الله، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. مظبوط. شكرا دكتور، شكرا. عفوا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.